تجيو الحاله ديال اللاعب ريكي اللي غادر فريق الدفاع الحسن الجديري اليوم في الصباح. الفريق الدكالي بلغ او ارصد بلاغ توضيحي فيما يخص قضيه اللاعب ريكي تولينغي. تؤكد اداره فريق الدفاع الحسن الجديري انها باشرت جميع المساطر القانونيه بخصوص اخر المستجدات المتعلقه بالمهاجم الكونغولي ريكي. للاشاره فقد وقع فريق الدفاع الحسن الجديدي عقدا احترافيا للمهاجم الكونغولي ريكي يمتد لاربع سنوات. وشارك اللاعب رفق ريكي في مجموعه من التدريب رفقه الفريق اضافه التربصين الاعداديين بالجديده وتركيا. مباشره بعد العوده من التربص الاعدادي بتركيا صرح اللاعب بان اسرته الصغيره تعاني مشاكل في الحصول على تاشيره الدخول للمغرب. الشيء الذي تزامن مع تعرض ابنته لحروق خطيره استدعت نقلها بشكل عاجل الى المستشفى حسب روايه اللاعب، مما عجل بسفره في اطار انساني الى الكونغو. غير ان تاخر اللاعب عن الالتحاق بتدريب الفريق وتسريب صور اللاعب بتدريب فريق اخر وفي خطوه استباقيه سلكت إدارة الدفاع الحسن الجديد جميع المساطر بدءا بمراسلة الجامع الملكي المغربي لكرة القدم والجامعة الكونغولية، كما تم مراسلة فريقه الأم سيما وأن اللاعب يتوفر على عقد احترافي مسجل رفقة فريق الدفاع الحسن الجديد لكرة القدم بعقد احترافي يمتد لأربع سنوات. واحدة من الصفحات الشهيرة واللي كتبها عدد كبير من الجماهير الكونغولية صفحة فريق لايس فيتا كلوب في لي ريزو سوسيو الصوره ديال ريكي من تدريب فريق رايز فيتا كلوب. ترانسفير اوفيسيال ريكي تولينغي سينداني فيان دو سيني شي لي موسكوفيت. Il s'est entraîné avec l'équipe ce matin au stade de Martyrs. Bienvenue chez toi R10. معنا مباشره عبر الهاتف سي صلاح الدين مقترد المسؤول عن التواصل فريق الدفاع الحسني الجديد. صلاح الدين مساء الخير ومرحبا بك على امواج راديو مارس. مساء الخير اخ كريم وضيوف الكرام. سمعت وقيل السي الرحلي واخ العلوي تبارك الله عليك. اهلا وسهلا مرحبا بكم وعواشر مبروكه واخا ديال الوقت. كيفاش لافير ديال دريكا سي صلاح الدين؟ عجبتني هذه الكلمه لافير باسكو فريمون افير، لان حنا مازال غادي نعيشوا هذه الافلام ديال يعني المؤسسات الافريقيه وشي زعما شي ولا غريب جدا، ولكن لابد نحطوا المستمعين شويه في الصوره باش الاخوان يعرفوا الحقيقه ديال الموضوع. اللاعب ريكي التحق فريق الدفاع الحسن الجديدي في هذا الميركاتو الصيفي، وقع عقد احترافي ديال اربع سنوات. دار معنا جوج تربصات، التربص ديال المدينه الجديده والتربص اللي كان في تركيا. كمل معنا التربص ملي كان في تركيا. تقدم الفريق قال لك راه عندي مشاكل ديال ما حصلش على التاشيره للزوجه ديالو والابناء ديالو، كاين شي صعوبه في التاشيره. حنا بدا بعض الاتصالات هنا في الخارجيه في مسائل اداريه يعني باش نحاولوا نسهلوا له هذه المسطره. اليوم بعد يعني قبل ما نجيو بيوم خبرنا بان البيل ديالو تصاب بشي حريق يعني من درجه معقده، مما خلاه خرج على يعني على التركيز ديالو وجا داك السفر المفاجئ ديالو. حنا خدينا الموضوع بواحد الجانب انساني، لان يعني واحد عنده بنيته ديالو تيوريك لي فوتو تيوريك الامور ما تقدرش تخليه، حتى الصور كاينه ما يمكنش ننشرها راك عرفت الامور القانونيه كيفاش، ولكن كاينه الصور عندنا. انا ما كتولي كيولي موضوع انساني، انا ما يمكنش غتشد الاب بنته محروقه مليوحه في لوبيتال ونيرجو في لاغيا وليرجونس ديال الموضوع ما يمكنش تشدو، لان ما تولي امور زعما غير عاديه. دونك حنا تعاملنا مع الموضوع زعما كما تيقولوا بحسن نيه، مشى سافر كنتظر انه يعني حل المشاكل ديالو ديال الاداريه الخاصه بالتاشيره، زائد انه يطمئن على البنت ديالو ويجيب الاسره ديالو يلتحق بالفريق. مرحبا به كما رحبنا به في المجيء ديالو. انا كنتعامل مع الموضوع بهادشي، وباش ناكد المستمعات ومستمعي راديو مارس الكرام ان دابا ريكي اللي دخل يقلب على ريكي في الفيفا، ريكي هو سو كونترا مع لو كلوب دو دي اش دي فوتبول واون انستونس لا فاليداسيون ديال كما كتعرف المصادر ديال الجامعه الكونغوليه. حنا كان الوقت اللي حنا كننتظروا فيه ورقه الخروج الدوليه ديالو، اليوم صباحا كنشوفوا بعض الصور ديالو رفقه ديال الفريق ديال ايس بيتا كلاس. صراحه حتى علاش تحط البيت صورتي ديال ريكي؟ البيت صورتي راك عرفتي المصادر كيكون عندك كتحط تتفاليدي تدير لا سيزي ديالك كتسنى
الجامعه المسؤولين في الجامعه متبعين معنا هذا الموضوع يعني ان كتبوا متبعين هذا الموضوع يعني بدقه. كاين واحد لو ديلي كتعطي لا فيفا لو كلوب لا فيدراسيون كونغولاز باش يجاوبوا كيفاليدي وتعطوك الورقه الخروج هنا كتاكد كاليف اللاعب وكتدخلوا يلعب دون لا طون ديال لا ريبونس اوجوردي اون سيربري دونك حنا جوسكا ماتنون حسن النيه راه كاين ولكن خصنا نديروا خطوه استباقيه لان دابا هو الا دخلتي دابا ودرتي ريكي ودخلتي غادي يبان لك سو كونطرا مع الدفاع اون انستونس دو فاليداسيون ديال ورقه الخروج ديالو. اذا المنظومه واضحه حنا كننتظروا ورقه الخروج ديالو فاذا بتيبان هنا ما بقاش نتسنى لو قدرنا خطوه استباقيه اليوم يعني بلا سيزي ديال مراسله الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لان كاين اجراء خصو يدار وراسلنا الجامعه الكونغوليه وراسلنا حتى الفريق الام ديالو سيما اللي عندنا مع عقد ديال الانتقال ديالو فريق الدفاع الحسن الجندي وكثر من هذا الشيء باش نوضح اكثر العقد ديالو بدا معنا دخل معنا لو كونطرا جو كخوا لقيت ثابت لو 12 جويي تادير جويي ابارتيغ دو 1 جويي وعندو 4 اون حتى حتى لو 36 جو كخوا 2023 4 اون. اذا حتى لو صالير ديالو ديال جويي نخلص فيه داكور وفي العقد لي باش للاجابه على مجموعه من المواقع للاسف مغربيه وديما ما كاينش شي مشكل مغربي كنلقاو كنعانيو من الحرب الداخليه اكثر ما كنعانيو مع الطرف الاخر. كتب انه تم تجويع هاد اللاعب وهراب وشي كيتكلم على الهروب شي كيتكلم على التجويع شي كيتكلم انه ما خداش المستحقات العقد ديال نص كالتالي واضح لو سالير كتعطيه اونوري سي بريم سيناتور حتى كتوصل ورقه الخروج ديالو يعني انت كتولي تبقى نهائيه ما يمكنش كتعطي اللاعب واحد المبالغ اللي غادي راه معروف له سي نورمال سي لوجيك ويدي لك يدي خلاو هذوك يدي الجمل بما حمل حب وتبن وهو بعدا هو فاسينا معكم كان سو كونترا مع فرقه اخرى اللي خلصتوها تنظن نيغوسيتيو معها قديتو ولا سي العلام واضحه بالنسبه ما يخص العلاقه مع الفريق ديالو كلي يا اوكان بروبليم تنظن نتوما ما كاين حتى شي خلاف مع الفريق ديالو هو حنا كنا كان عندنا علم قبل ما نوقعوا معاه كانت ضغوطات ديال اس فيتا كلوب باش نعرفوا اس فيتا كلوب هي اللي كان فيها نكوما اللي جا الراجا لسه باش عطاو الراجا راه كنت تكلمت عليها مره قبل كانوا باغيين ياخذوا حنا نجحنا في المفاوضات وخديناه لدرجه راه كنت قلت سابقا خرجوه من المعسكر ديال المنتخب الكونغولي وكان غيمشي لمصر يلعب لاكان وبسبب التوقيع معنا ودوك بقات كتمارس عليه ضغوطات كتعرفوا الامور كيفاش كتجي تما وتمارس الضغوطات النفسيه على الزوجه ديالو على العائله ديالو يمكن السيد ما تحملش وبغى يغير اجواء ولا بغى يحل المشكل ولا بغى يرضي خواطر هادشي كله ممكن نخليه المجهول نهار كنحل كنديرو دابا تحليل ولكن الثابت هو ان ريكي عنده عقد احترافي مع فريق الدفاع الحسن الجدي لاربع سنوات والعقد الثاني المفعول مسجل اونغوجيستري كونترا ديالو مع الدفاع اونغوجيستري في لو سيستيم تيمات راه واضح حنا كنتسناو اليوم شنو وقع هو الجديد اللي توصلنا به اليوم هو انه مشى عند هذا الشيء اللي دلاو به هما باش جاوبونا في تيمات بالعود يدير فاليديو لينا الورقه الخروج ديالو تيقول له راه ريكي جاب اليوم ان بابي سيني كوم كوا راه ما توصلش المستحقات اي مستحقات كيتكلم الصالير ديالو واخد بدا شهر 7 شهر 8 هو مازال اون كور بريم سينياتور اللي ما خصناش نعطيو ليه تجي ورقه الخروج ديالو ديال درنا مع ايجونتيات وعطيو افونس فيه داكور نظرا للظروف اللي كانت كتعيش العائله ديالو مره الزوجه ديالي قالت لي بنتي مرضت حتى لا جونتيات حاضره دونك ما كيبقى هنا الا تطبيق القانون هادشي راه هادشي كما قال قبيله سي العلوي هذا راه ماشي من دوك الربعه اللي قطعوا الواد هربوا هذا فيلم اخر هذا جابوا لي المناجر ديالو واش كيقول تعاملت مع المناجر ديالو كنقول لك لا المناجر ولا هو كل شيء في دهشه كان شي مسائل اخرى خارج اطار كره القدم وخارج القوانين المعبوبه في الفيفا ما نعرف حنا كنهضر بالقانون قانون هذا اللاعب خصو يلتحق في العاجل بالفريق ديالو اللي عنده معقد ربع سنوات خصو يجي يلتحق ما التحق القوانين راه واضحه حنا ما لن نتوانى في هذا الموضوع لان هاد لي زيستوار نحن افارقه
ونعتز اننا افارقه. ولكن هذه ليزيستوار راه كنتذكروا ما عشنا مع الوداد البيضاوي وما عشنا في سميتو، هذه ليزيستوار خصهم يساليو، ما عشنا مع هذو اللاعبين مزورين لاج، هذه ليزيستوار لاكاف خصها تكون حاسمه في هذا الشيء. وصلنا لواحد العهد، وصلنا لواحد كرة القدم خصها تطور افريقيا وتواكب الماتشات ديالها في اوروبا، ما نبقاوش نعيشوا بحال هذه ليزيستوار، واش لاعب سو كونترول يمشي تترين مع فرقة أخرى، هادشي راه ما بقاش كيتهضم وما بقاش كيتفرط. داكوغ، خاص الحزم في هادشي هذا.